أولى مساحاتنا لليوم رح تكون ضمن الفقرة الطبية، ورح نحكي عن مرض جلدي شائع بيعانوا منه الكتار، ويمكن ما ضل حدا معنا منه، هو حب الشباب. قديش رشا بفترة المراهقة بنشوف أشخاص بيعانوا من هاي يعني الحالة، وقديش مسببت لهم عقدة، قديش يمكن آثارها عم تضل لسنوات طويلة وما عم يقدروا يتخلصوا منها. أكيد نرمين، بنشوف حالات بعض الأشخاص أنه بيروح حتى لو كان بمرحلة المراهقة وصار في طفح كثير لموضوع حب الشباب، ولكن في أشخاص بيبقى الأثار موجودة عندهم فيما بعد. وبيقولوا طبيا اليوم كمان أيضا نوع البشرة اللي علاقة بالقصة يعني. صحيح، ويمكن كمان هيك بيعطونا معلومات سريعة أنه لا تلعب بالحبة إذا طلعت، ما فينا بيضلوا بيحرتكوا بالحبة هيك لحتى يعلم محلها. هي شغلات شائعة بس هي أكيد إلى تأثير على بقاء أكيد. بس نحن يعني أكيد ما فينا اليوم لنعرف أكثر عن موضوع حب الشباب، ونحن اليوم كيف قادرين نتعامل بحال وجوده على الوجه. أكيد معلومات مهمة حتخبرنا عنها اليوم ضيفتنا الدكتورة فاتية محمود. بدي لك سعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. أنا اسمي فاتن محمود علي. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يعني عم نحكي عن مشكلة بيعانوا منها 10% من سكان العالم. هلأ الكل بفترة المراهقة بيطلع له حب شباب ولكن بنسب متفاوتة. بداية خلينا نعرف طبيا شو هو حب الشباب. هلأ لقلك أول شيء حب الشباب بيجي هو من حسب البشرة طبعا، بده يكون دهنية، هو زيادة إفراز الدهن، وكوني البشرة بيكون إلى عدة أنواع. عندك بشرة جافة وعندك الدهنية اللي هي أكثر شيء بتكون عنا في حب الشباب، وأحيانا بيكون مختلطة، فبيكون زيادة بإفراز الدهن، فبيعطينا عن طريق بنسميه إحنا هو نوع من نوع الحب اللي يعني بنسميه الأكني بالإنجليزي أو العاد، هو عمليا نوع من أنواع الحب يعني. قلت لك انه بيكون في زياده افراز الدهن. طب خلينا نحكي اليوم عن انواعه. بنشوف احيانا في كذا حب بالبشره، وكل شيء وكل يعني له هيئه، في منهم بنشوفه انه هو ممتلئ بالالتهابات او شيء، وفي منهم بتلاقي ناشف. في يعني في كثير انواع لحب الشباب. هلا بيجي عنا اول شيء لعاد الذقاني، يعني كثير الصبايا بيجونا بفتره المراهقه، وبتعرفي بيعاني، انت حكيتي شيء صح انه فتره مراهقه كثير بيعانوا منه الاشخاص يعني، فممكن يكون في عاد ذقاني، ممكن يكون عندك لونه ابيض، ممكن يكون في عندك هو بيكون مفتوح او مغلق يعني بيكون بنسميه احنا بالطبية. بس انا بدي احاور الناس بشكل عام انه نحكي بشكل عموميات يعني، ما نحكي يكون طبي بحت. فبتيجي بتقلك انا عندي زيوان بيكون عندي، وممكن يكون في عندك العد الكيسي، العد المكبب، عندك العد المداري حسب بيكون مثلا عندك بمكان بيكون في شوب كثير، في عندك العد بيكون نتيجة المواد المزوقات، مثلا تحطي مثلا مواد تجميلية أو أي. في عندك العد نتيجة الزيوت بيكون بيشتغلوا بالكازيات، فتلاقي لهم طريقة عد ومكان توضعهم بيختلف طبعا، ما بيكون أكثر شيء مثلا على وشه. في ممكن العد الكورتيزوني بيكون أحيانا عندنا ناس بيكون عم تشتغل على الكورتيزون على وشه، فبصير في عندنا نوع من الحب بيكون اسمه كورتيزون. في عندنا مثلا نوع من انواع العد الوليدي بيكون طبعا عابر، بيخلق الطفل بيكون عمره تقريبا شهر تطلع امه في عنده عد، بيكون طبعا هذا عابر يعني ممكن يصير اوتوماتيكي يمشي الحال عندك. في عندك العد اللي بيكون نتيجه الهرمونات بيكون منصاب المريضه بالمريض مبيض متعدد الكيسات، فبيكون كمان بيجي معنا نوع من العد يعني. وفي اهم عد عنا اللي هو كثير مهم اسمه العد الخاطف، هذا بده مشفى، بتحول الى عقيدات، بيكون في عندنا الم بالمفاصل، بصير في عندنا حراره عروقات، وهذا وقتها بنتعالج من ضمن فريق طبي بالمشفى يعني، هذا ما بيكون مثل ما بيقولوا بسيط، بده وقت اليوم بده مشفى اشراف، فعلا بيكون يعني نحن بنسميه خطير يعني، احيانا بيسوي لنا مشاكل كثير قويه، وانه بيتعالج حتى بالخط الاول بالكورتيزونات. طيب ذكرنا وذكرتينا انواع اليوم للعد، وقدرنا شوي هيك نميز عن يعني من خلال انواعه بالسبب او المنشا. خلينا نرجع لموضوع حب الشباب ونحكي اكثر اليوم عن الدرجات المتفاوته لظهوره، يعني ايمت بنقول انه هي يعني هي الحاله انه لا نسبه حب الشباب فيها كبيره، يعني مثلا بنلاقي نحن بالحاله العاديه ما بتوقع كل الوجوه لازم تكون صافيه ما فيها ولا حب، وهذا الشيء يمكن اللي فرضيته مواقع التواصل الاجتماعي والفلاتر والسوشيال ميديا، ما في شيء اسمه الوش بالحاله الطبيعيه بلا اي مسحوق تجميل يكون مثل المرايه. صحيح لا في في لما ممكن يكون هيك. ممكن يكون بالاول شيء في حالات بتكون طبعا انت بتعرفي الوراثه بتلعب دور،
ورجعنا قلنا نوع البشره، اذا كانت البشره كانت بتكون بتجي بتكون صافيه بتكون عم تغسل بشكل منيح، اللي بتكون ما عم تحط المكياجات مثلا بشكل دقيق، في بنات بتلاقي المكياج ما بينقع مع وشهم، بيلعب دور الهرمونات بتلعب دور. ف يعني اذا بدنا نجي نحن نحكي انه شلون نحن بنقيم هذا حسب كل مريض، لانه قلت لك في له انواع كثيره، اما وش صافي ممكن نلاقي تعداد وش صافي. الحبات اليوم بالوش يعني هو مؤشر اليوم انه الحاله هي متطوره او هلا مختلفة. نحن مثلا اذا العد كان على مكان الدقن نحن فورا بنتجه على المكان الهرموني، مثلا اذا العد الوليدي فرضا بيجي ببين على الطفل كيف بيكون جاي على وشه، مثلا عندك الصبايا اللي بيجوا زقان، زقان المغلق ببين يعني ببين بيكون عندك مثل سدادات سوداء، بتقول لك عندي زيوان طبعا. والخطا الشائع اللي هن بيروحوا بيحطوا بخار بيجيبوا بيشيلوا بيصيروا يشيلوا، هذا طبعا بيكون كثير سيء، لانه كل ما انا عم تزيد نحن نشال الزقان لكن سويت حفره اعمق اعمق مسامات قصدك تنفتح اكثر يمكن غلط بيضا. هذا نحن بيكون في عندنا مقشرات معينه، بيكون عندنا فصولات معينه، ممكن نشتغل على مكريمات معينه، وباخر شيء وقتها نحن لحتى نفكر وقتها بحسب نوع العد طبعا. اذا بنعطي ادويه طبعا، الادويه الفمويه ما بنعطيها فورا لاي مريض عنده عد يعني، او مثلا حب شباب، مثلا حب شباب حبتين ثلاثه ما عندنا مشكله، بس احيانا فعلا بيكون حب الشباب مزعج للشخص، وخاصه اذا مراهق يعني بيقول لك انا ما بدي، او مراهقه ما بدي ولا حبه وما بدي، كنتوا عم تحكوا بتلعبي فيها، وللاسف يعني للاسف انه عم يطلعوا وعم يتوجهوا على اماكن ما انا متخصصه يعني. حب الشباب ما بيلعب فيه، مجرد اني انا افتح الحبه هيدا غلط. طيب اللي بيطلع بالوجه شو بيكون سبب؟ عفوا بمنطقه الجبهه هلا في منطقه على خط الهيدي ممكن يكون في عندك عالم بتكون مثلا عم تحط على المزوقات، فيعني ممكن يكون مثلا عند كورتيزوني، اذا حاطه فرضا مثلا اجتني على عياده اكثر مريضه حاطه عندها صدف فرضا، صدف كثير بسيط وما صار لفتره المريضات يعني كانوا جايين حاطين مثلا كورتيزون كثير قوي، تفاجات المريضه انه بدل ما تروح البقعه صار في عندها عد بطريقه تجبين كله تأثير طبعا. يعني هذا عد كورتيزوني طبعا يعامل معامله حب الشباب، نتعال بيتعالج صح بيصير يعني بخف تدريجيا، لكن بدنا نبلش نشتغل عليه بطريقه مختلفه يعني، مو انه بس انه ذكرتي بعض الشائعات هيك بنهايه الحلقه رح نمرقهم مشان تصحيح بعض المعلومات. خلينا نحكي اليوم عن المضاعفات، يعني اليوم وقت الصبيه او الشاب بيتعرضوا لهي الحاله وهي حاله طبيعيه اليوم هرمونيه، تغيير الجسم الوراثي الى دور، يعني كيف مفروض نحن اليوم نتعامل مع هي الفتره؟ خلينا نحكي عن طرق العلاج والوقايه، دائما نحن بنلاقي الوقايه هي افضل، ولكن نحن شعب ما يعني ما كثير متقيد بهدول القصص. هلا لاقول لك هلا في هلا اذا بدنا نحكي على مدارس مثلا مو العلاج، بقول لك انه مثلا في علاج نحن ممكن نفتح الحبة طبعا تحت إشراف طبي، وممكن نعقم نشتغل على جلسات طبعا هي الطريقة طبعا 80% حب الشباب تمام. 80% ممكن يكون الروسي، الطريقة الروسية بيشتغلوا الروس، المدرسة الروسية بتختلف عن المدرسة البريطانية عن المدارس الأمريكية، في كل مدرسة إلى طريقتها. هلا في مدارس بتقول لك إيه معلش نحن نفتح الحبة ونعقمها ونشتغل عليها، لكن إذا بدنا نشتغل على العلاج الحقيقي المفروض يكون هو جهازي ويكون هو توبيكال يعني بيكون يعني موضعي. فنحن اذا بدنا نشتغل على العلاج اللي فموي نحن هون للاسف نحن فورا بتروحوا بيشتغلوا على الريتان، لا نحن في عنا ادويه دواء التهاب بيكون كثير بسيط بنعالج فيه، بنبدا فيه علاجات صادات طبعا بنعطيها لمده شهرين ثلاثه، اذا كان هرموني نحن بنعالج اول شيء الهرمون، اذا كانت مريضه عندها مريض متعدد الكيسات قد ما عالج للحب ما حيمشي الحل صحيح. الا لعالج طبعا بعد استشاره نسائيه طبعا واستشاره غدات، وقتها بنحط الخطه انه نحن نعطي ادويه هرمونيه معينه لحد ما بعدين تجيب المريضه، واذا كان في عندها بقيان عد بعدين ممكن نشتغل على الري اكيوتان نشتغل عليه، ممكن اللي هو اسمه الريتان، ممكن نشتغل ايزوترونين، ممكن نشتغل عليه حتى كمان انه تقشير، ممكن نشتغل عليه موضعي، ممكن نشتغل عليه عام حسب طبعا تقدير الطبيب، الطبيب هو اللي بده يقرر لانه ما في لعب بهذا الموضوع، لانه ممكن يصير في عندنا اخر شيء بسموه احنا سكار يعني علامات حب الشباب، هاي ان الحفر اللي بتتركها. ذكرتي الريتان ومسمع به بلازما، يعني مرقت فتره كثير كان صاروا يستخدموه انه يسحبوا دم من نفس الجسم ويرجعوا يحقنوا مره ثانيه، شو رايك بهي الطريقه؟ هلا ليكي لما نحن عندنا في قانون لما يكون في عندك حبوب على وشك ممنوع منعا باتا لا تعملي ميزو ولا بلازما ولا شيء، لانه ممكن يصير في عندنا اشكالات وخاصه اذا بنعمل ميزو. هلا البلازما نحن ما عندنا مشكله، بس ليش بدي اعمل بلازما اذا عندها حب شباب؟ ما انا بدي اعالج حب الشباب، بس البلازما ممكن تعطي نتيجه اوكي، بتعطي انه ريجيبينيشن لتجديد البشره للبنت اللي تكون تحت 30 اذا عندها مثلا يعني سكار
اذا عندها بيكون مسميها علامات ممكن، ولكن نحن على الميزو فيلر بيكون افضل على الميزوات. بس في عندنا شيء اسمه الليزر، يعني الليزر فراكشنال كثير ممتاز للسكار يعني. تمام احسن شيء. خلينا نرجع للمراهقين، ونحن نعرف قديش حساسيه حب الشباب بالنسبه لهم، كيف بتتعاملوا معهم؟ يعني فورا نحن بنروح مثلا للريتان ولا لا ممكن يكون في صابونه معقمه ممكن تقول لهم لا هي فتره طبيعيه رح تمرقوا فيها بعدين، يعني بنراقب موضوع حب الشباب ورح يروح؟ هلا انا رح نوه شغله، اولا المراهقين والمراهقات، اول شيء انه انا ما اعطي فورا ريتان قبل 18، هي شغله كثير مهمه لانه بياثر على الطول. هلا في دراسات لك تاثر، في دراسات لك لا، ولكن هو يعني احنا قبل 18 ما لنا مضطرين نعطي الريتان مباشره لانه له مشاكله، ممكن يصير في عنا مشاكل يعني بسميه ورم دماغي كاذب، ممكن يصير في عنا رعاف، يصير في عنا اشكالات بالنسبه للريتان. يعني ما نحن ما بنقول امن وما بنقول انه غير امن، لكن اذا مضطرين عليه مثل مثلا عندك العد العقيدي هذا كثير يعني ما بنقدر، او الكيسي ما بنقدر نشتغل غير عليه. اما بالنسبه للمراهقين اذا نحن بنقول لهم نعطيهم اول شيء نحن قلت لك موضعي، واذا اضطرينا ممكن نعطي صاد مثل الدوكسيسايكلينات او الى اخره بنشتغل عليهم وبعدين ننتقل على الريتان مو فورا الريتان. طيب دكتوره ذكرتي نقطه حمام البخار، ونحن عم نشوف اليوم الصبايا كثير عم تروح لهي القصه، وعم نشوف المراكز كثير عم تنزل اعلانات كرمال هي القصه. يعني اليوم شو يعني معلومه اليوم بجوز اي حدا عم يشوفنا صدمتيه انه نحن ما لازم نساوي لا هي القصه حمام البخار؟ لك ليش؟ يعني اول شيء البخار نحن فتحنا مسام، كيف بدنا نسكر مسام؟ هي اول شغله. ثاني شغله نحن هلا نزل شيء اسمه هيدروفيشا، نازل هلا تقنيات كثيره لتنظيف بشره بدون ما تشتغلي لابس النهاره، لان المفروض تكون انه هي اذا ايدك تشتغلي فيها بدها تكون معقمه، واذا فتحتي انت الحبه حيطلع منها هي ايه يعني هي جراثيم، اذا انتقلت لمكان ثاني صار عندنا منتشر اكثر. قلت لك اذا ممكن نشتغل في كثير طرق ممكن نشتغل ونقيم الحب، في عالم قلت لك انا بسحب الايح اوكي ما عندي انا مشكله، بس ما تفتحوا بالبخار ويكون تحت اشراف طبي. يعني هذا البخار بيزيد العدوى؟ لا البخار ما بيزيد العدوى، بيفتح مسام، هن بيروحوا بيقيموا مثلا بالسنار او ممكن يعصروها بطريقه نعم. معينه، هيدا غلط. نعم. عرفتي كيف؟ يعني مثل ما بيقولوا العلم تطور اليوم، ومشكله يعني حبي الشباب رغم التقنيات هي اللي عم بتكون، ولكن عن جد في كثير اشخاص عم بيعانوا منها، بضل يمكن الوعي باستخدام الأدوية والمستحضرات والتقنيات اليوم التجميلية هي الأهم. أنا بقول التوجه للطبيب الجلدية البحت، يعني نعم. مشكلة للأسف أخصائية بشرة أوكي نعم. أخصائية بشرة ما أنا دارسة هي طب بشري صحيح، ما دارسة أربع سنين عندك أنت جلدية وبعدين بدك تضلي أنت أب تو ديت دائما الأفضل للتوجه للطبيب الجلدية. يعني كل واحد ياخذ اختصاصه، لبلاد أوروبا مثلا ما بتلاقي أنت مريض بيدخل بياخذ الريتان، ما بتلاقي بعدين نعم. عندك الصيدليات حتى اليوم للأسف. عم تشرع أخذ للأسف. شكر حضورك لليوم الدكتورة فاتن محمود علي، يسعد صباحك وشكرا لك للمعلومات. صباحك جمال على طول. شكرا لك حبيبتي. يا هلا.